عشتها ومازال ما بغاوش يعطيوها لا حرام قبر محفور ومولاتو مازال ما بغاوش يعطيوها. شنو باغي التجربة الأعضاء ديالها؟ قولوا لنا حنا راه ما نقدروش نسامحو كبتنا، كبتنا ما عمرنا نقدروا نسامحو بها، واخا نتقطعو معاهم ما نسامحوش في حقنا. كلشي واجد إيه باش يقولوا 15 مليون شنو باغي نتاجرو؟ باغي نصورو فيها 30 مليون؟ حنا راه بنتنا هذيك، حنا ماشي عود باش غنسمحو في ولادنا، راه حنا دولة إسلامية باش تسمح بنتك ما يمكنش. غنقول لهم خذوها، القبر ها هو محفور والبنت ما كايناش. يا رب تاخذ حق 15 مليون طالبين فيها، واخا ما عندناش راه ما غنسمحوش فيها، راه ما عمرنا نسمحو فيها بالخاطر باش ما بغاو. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، راه حنا ولادو ما عمرو غيسمح فينا. ما كيتسنى حتى شي حاجة، غادي عايشين بما يرضي الله، عندنا ما خصناش والحمد لله. قتلوها ونخلصوا 15 مليون. منين قاتلها وتيقول عطيني 15 مليون وحنا ما ديناها لهمش؟ حنا عطيناها المصحة وهما هزوها من المصحة وداوها للمستشفى ديال الدولة، والدولة كتقول خلصني عاد نعطيك البنت. كيفاش؟ اش قلت لك انا مريضة بشي حاجة؟ انا ما قلت لك حتى حاجة، حنا عطيناكم البنت، تعطيونا البنت، البنت حاملة، حاملة وعندها الولادة الطبيعية ديالها، ما تدعاني حتى بشي حاجة. مشات تولد، فتحوا لها سيزاريان، دخلات في كوما، داروا لها اوفردوز، يتحملوا المسؤولية. حنا صبرنا 3 شهور، كنا كنتمناو من عند الله، يا ربي اليوم غدا يا ربي، كنا كنقولوا يا ربي تقعد لنا غاو سادة، ما تنطالبوهم حتى بحاجة، ما بغينا ندعيوهم ما والو، غتنوض لنا كيما كانت. يا مشلولة يا كيما بغات تكون، حنا اللحم إلا خنا تيهزوه ماليه، وينين دابا اللحم مات خصنو ندفنوه ماليه؟ ما يمكنش يقول لنا عطيونا 15 مليون، كاينة المصحة ديال الكلينيك اللي ولدت فيه يمشيو يطالبوا لهم الثمن ديالو.